Good evening, my fellow citizens. This afternoon, following a series of threats and defiant statements, the presence of Alabama National Guardsmen was required on the University of Alabama to carry out the final and unequivocal order of the Northern District of Alabama. That order called for the admission of two clearly qualified young Alabama residents. That they were admitted peacefully on the campus is due in good measure to the conduct of the students of the University of Alabama who met their responsibilities in a constructive way. This nation was founded by men of many nations and backgrounds. It was founded on the principle that all men are created equal and that the rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened. Today we are committed to a worldwide struggle to promote and protect the rights of all who wish to be free. معنا على الهاتف دولة الرئيس الدكتور عبد الرحيم الكيب. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم. اهلا وسهلا. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم. معنا الزميل الاعلامي ضيف حلقتنا اليوم في لمة خوت على ليبيا تي في سليمان دوغة اللي تظاهر مع اللي قادم امام مكتب سيادتكم في طرابلس. قال اهلا بك دكتور. قال سليمان دوغة ان حضراتكم كنتم في قمة الروح الرياضية وتقبل ما صدر من المتظاهرين. لم أرى هذا, قال سليمان, لم أرى هذا يحدث إلا في بريطانيا, وهذا دليل على الديمقراطية وحرية الرأي بالنسبة لدولة الرئيس عبد الرحيم الكيب. كيف ينظر الدكتور عبد الرحيم الكيب إلى قضية الأمازيغ في حين هم ينظرون إلى أنك سيادتكم همشتوهم في اختيار وزاري وما إلى ذلك؟ يعني هو طبعا الموضوع هذا حقيقة موضوع يعني يحتاج إلى وقت لحديث فيه, لأن موضوع الإخوة الناطقين بالأمازيغية منتشرين طبعا في ليبيا كلها. نعم. موجودين في زوار على سبيل المثال, وأنا عندي منهم أصدقاء وأحباب كثير, وموجودين في جبل نفوسة, وتعرف حضرتك في نادوت وفي جادو وفي كبا وفي يفرن وفي قلعة وفي مناطق هذه, موجودين أيضا في الدامس, موجودين إخوة في تبو في طوارق. ما فيش حد يستطيع أن يهمشهم يعني لمجرد أنه هو قرر أن يهمشهم, يعني كيف. أنا اللي حصل معي حقيقة لم يكن مقصود أبدا مع قناتي الشخصية, بأن الإخوة الناطقين بال اللغة الأمازيغية هم جزء لا يتجزأ بتاتا من النسيج الليبي والموزايك الليبي, بل هم لهم أصل في هذا البلد الحبيب الطيب, وهم جزء أساسي جدا من هذا الشعب الكريم الغالي علينا جميعا. ونحن نعتز بأننا جزء من هذا الشعب بكل ما فيه من جمال نسيجة. هذا قمع. رقم 2, نحن عندما نتذكر على سبيل المثال جبل, نتذكر سليمان باروني, نتذكر شيخنا علي يحيى معمر, نتذكر أستاذنا الفاضل دكتور عمرو النامي, وأذكر كثيرا إخوة لي من الشهداء مثل الأخ محمد علي يحيى معمر. نعم. وخالد علي يحيى معمر الذين يعني وقفوا وقفة رجال أمام الطاغية معمر القداسي وزبانية. نعم. فبالتالي حقيقة يعني هو هناك سوء فهم حصل. نعم. وأؤكد بأنه لم يكن مقصود أبدا. نعم. لأنني لا أؤمن بالمحاصصة حقيقة. وطبعا الحكومة تكونت في خلال أسبوعين, في واقع الأمر كان المطلوب أن هي تتكون في أقل من أسبوعين, 10 أيام تقريبا أو أسبوع. كان هناك ضغط كبير بأن احنا نخرج نشكل
هذا اللي حصل. بالتالي لم يكن هناك قصد أبدا، أنا أقول ذلك بكل راحة. ولا يمكن حقيقة، مع احترامي وتقديري لكل من يقول ما يقول، لا يمكن أن يحسب علينا في كل تواضع أقولها عبد الرحيم الكيب أنني من أولئك الذين يهمشون ويقصون، سواء كانوا إخوة من الأمازيغ أو الناطقين باللغة الأمازيغية أو غيرها. نعم. طيب سيادة الدكتور عبد الرحيم الكيب، هناك أصوات تعالت من بين حتى الأمازيغ تطالب بتعيين وزراء مثلا في الحكومة، هل من المتوقع أن يتم تغيير في وزراء معينين، تعيين وزراء جدد من الأمازيغ، أم أن هذا الموضوع غير قابل للنقاش؟ هو شوف، احنا احيانا يعني، هو طبعا مثل ما تعرف حضراتكم، الوزير هذا عباره عن منصب سياسي، يعني العمل والشغل عند الوكيل، الوكيل مساعد رقم واحد. رقم اثنين، هناك الدوله هي كلها ومؤسساتها وهيئاتها بكثير يعني على اهميه، على درجه من الاهميه كبيره جدا. فمن الواجب ان يكون الإخوة الناطقين بالأمازيغية على درجة من الصبر حتى يروا أنفسهم في هذه الهيئات وهذه المؤسسات وهذه، يعني تعرف أنا حقيقة تعجبت من تعقيد التركيبة الموجودة في الدولة، يعني لدرجة لا بأس فيها يعني من التعقيد. وأيضا هناك للأسف الشديد في بعض الوزارات كان المفروض تكون هيئات، مثلا كان المفروض تكون وزارة على سبيل المثال وزارة البيئة، ولكن لم تكن كذلك يعني، ولكن ممكن في المستقبل تكون وزارة البيئة، وممكن يعني لو كان هناك أخ أو أخت من أي جهة من ليبيا في الواقع على درجة من الكفاءة اللي تسمح بأنه هو أو هي تحل يعني تأخذ منصب الوزير يعني على رأس الوزارة، إشكالية كانوا أخوة من جهة وغيرها. هو بطبيعة الحال دكتور عبد الرحيم، أن أكيد الخطأ اللي حدث هو غير مقصود، قد يكون زي ما قلنا سليمان أن بعض المتطرفين من الأمازيغ هم من فعلوا هذا الشيء في المظاهرة. And this nation, for all its hopes and all its boasts, will not be fully free until all its citizens are free. We preach freedom around the world and we mean it. And we cherish our freedom here at home. But are we to say to the world, and much more importantly, to each other, that this is a land of the free, that we have no second-class citizens, that we have no class or caste system, no ghettos, no master race? Now the time has come for this nation to fulfill its promise that no city or state our legislative body can prudently choose to ignore them. The fires of frustration and discord are burning in every city, north and south. Where legal remedies are not at hand, redress is sought in the streets, in demonstrations, parades, and protests, which create tensions and threaten violence and threaten lives. We face, therefore, a moral crisis as a country and a people. It cannot be met by repressive police action. It cannot be left to increase demonstrations in the streets. It cannot be quieted by token moves or talk. It is a time to act in the Congress, in your state and local legislative body, and above all, in all of our daily lives. It is not enough to pin the blame on others, to say this is a problem of one section of the country or another, or deplore the facts that we face. A great change is at hand, and our task, our obligation, is to make that revolution, that change, peaceful and constructive for all. Those who do nothing are inviting shame as well as violence. Those who act boldly are recognizing right as well as reality. It has become one country because all of us and all the people who came here had an equal chance to develop their talents. We cannot say to 10% of the population that you can't have that right. This is what we're talking about, and this is a matter which concerns this country
and what it stands for. And in meeting it, I ask the support of all of our citizens. Thank you very much.